الخبر الاولي عدنا عن قمر طاي والبث المباشر اللي فتحته اللي كشفت به هواي من الحقائق. بالنسبه لاول شيء يا حبايب، واحد من المتابعين صار يسالها انه هل اكو مشكله بينك وبين نورمان وهل انت راح ترجعي للفريق؟ فهي نكرت الموضوع ان يا حبايب قالت ماكو مشكله وين راح ترجع. قمر رجعتي للفريق؟ لا. قمر اكو مشاكل بينك وبين نور؟ بالنسبة ثاني شي يا حبايب، فسألوه انه اكو مشكلة بينك وبين محمد مار، وبنفس الوقت سألوه انه هل ممكن ترجعين العراق؟ فقالت انه ما عنده مشكلة طبعا ويا محمد مار ويمكن ترجع العراق ولكن بعد 4-5 شهور تقريبا. تقعد عندك مشكلة ويا محمد مار؟ لا يا جماعة ما عندي مشكلة ويا احد. عادي لما راح ترجعين للعراق؟ حرجع للعراق هالفترة لا، بس ممكن يعني اسافر العراق الفترة الجاية بس 3 شهور 4 شهور، بس هسه لا ما عندي رح نعرف. والسؤال اللي بعده يا حبايب، فسألوا شو قدامي ترجعين للسوشيال ميديا؟ صار لفترة غايبة يا حبايب مثل ما تعرفون، فشوفوا شو ردت، راح اعطيكم الرد. شو قدامي ترجعين للسوشيال ميديا؟ انا اوريدي ما عرفت السوشيال ميديا، يعني مجرد انه بتشوفون ما عرفت السوشيال ميديا، بس انه بريك وهالاسبوع رجعت لكم ان شاء الله، يعني انتظروني. اللي بعده يا حبايب، للاسف حسب ما اخبرتنا نقول له ما راح اسوي حفله العيد ميلاده اللي هو بعد كم يوم يا حبايب، بسبب انه كل اصدقائها مسافرين مثل نورمار ومرتضى اركان وتيم الخياله. اكو راح اعطيكم رد مالت على هذا الموضوع. بالنسبه للحفله، انا طبعا كل سنه اسوي حفله، يعني كل سنه ما ولا سنه مرت علي بدون ما اسوي حفله، اوكي؟ بس هاي السنه مالي وهس والله عظيم، يعني غير يعني جزون سبب الحقيقي ولا بس، يعني ما قسم معين. حتى أمي تقول يسوي حفلة يسوي حفلة، أصدقاء يقولوا يسوي، مالي وهس. هم أغلب أصدقائي مسافرين تدرون، يعني أنا أحب أسوي حفلة تكون حفلة ضخمة. ولكن الصدمة اللي صارت يا حبايب، فحسب ما علمت انه هي واحدة تروح واحدة من الحفلات راح تكون بيها وبيها وبنيها، صار بيناتهم مشاكل هواية. حتى طبعا الاغلب اتوقع انه راح تكون يارا، ولكن حسب ما هي انكرت هذا الموضوع قالت انه مستحيل تكون يارا وانما واحدة هي مسويت لها فولو. فمن توقعون يا حبايب هذه البنية اللي هي قصدتها؟ راح اعطيكم المقطع على ما تفتهمون، تحللوا انتم بالكومنتات. راح الحفلة رحمة ويا شخصية انتم كلش تحبوها، وصار هواية ما شايفيني وياها، يعني كلش هواية، يمكن من اول ما رجعت على السوشيال ميديا من الصيف ما شايفها وياي، حتشوفها وياي بالحفلة إن شاء الله، يعني أكون جاهزين، بس ما متأكدة، يعني ما أتأكد لكم يعني يطلع ما موجودة. قمر أنت ليش حزين؟ أنا مو حزين، مو هاي بدها تكتبوها، لا أبدا مو هاي بدها تكتبوها، مستحيل انسوها، هي بنية مسويت لها فولو، مسويت لي فولو حتى أسهل عليكم الموضوع. لا تتحمسون أنوار؟ لا لا أنوار مو بنية. بنية صار هواي ما شايفيني وياها من الصيفية الماضية. بالنسبة لآخر شيء يا حبايب، في واحد متابعين صار يسألها إنه هل أنت تعرفين إنه نورمار تزوج؟ فردت إنه ياب هو تزوج وحاليا صار عنده ولد وما أدري شنو يا حبايب. طبعا هي طريقة استهزائية ولا تمزح مو أكثر. نورمار خطب لأنه كان شايل ولد، أي خطب تزوج وعنده جاهل. طبعا الاغلب يا حبايب لاحظ انه نورمار وقمر طاي اثنيناتهم بالسنابات او بالستوريات يحطون اغاني للاخرس اللي هو اغلب اغاني عن حبيبته السابقه، وواضح انهم حزينين ويسمعون هذه الاغاني. طبعا الصدمه اللي صارت يا حبايب لما قمر طاي نزلت هذا الستوري اللي كان بهذا التصميم اللي اغنيه اللي هو فاضي نشرب قهوه في حته بعيده، هذه الاغنيه يا حبايب حطتها هي والتصميم لها حب ويا نورمار، وباخر نهايه الفيديو يا حبايب هم يطلع هي ونورمار ثلاثهم قاعد يشربون قهوه ويشربون شيء معين، واضح هو تصميم حب يا حبايب، راح اعطيكم اياه شوفوه. لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقول فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. فكتوا يا حبايب بالكومنتات شو توقعون خلى قمر طاي تنشر هذا التصميم بالحب. وننتقل حاليا ليارا، تنزلت هذا الستوري يا حبايب، كتبة قررت قرار خطير وعم مفكر اعمله بس خايفة من ردة فعل امي علي، لان فعلا خطير، شو رايكم اعمله او لا؟ كتبوا يا حبايب بالكومنتات شو توقعكم هو الشيء اللي راح تسويه يا رمار. ننتقل حاليا لسيما دوشاد يا حبايب، والحمد لله الحمد لله طبعا رزقوا بالمولود الجديد، فان شاء الله الف مبروك وان شاء الله يربع بعزهم ودلالهم. وطبعا كانت من هذه الصور يا حبايب مشروع كانت من الحمد لله، وبس لهنا وصلت المقطع، بس مقطع عجبكم فتروا مقطع بلايكات، وبس جاكم فايز زي ما قالت ملك القصص، احبكم، مع السلامه.